اجوا يعتقلوني الساعة 12 بالليل. خبرتهم أنا من البداية إنه أنا في بداية حمل. وقالوا ما بفرق معنا. العقوبات كانت شديدة بفترتها. This is what the occupation is all about. Jews live under Israeli civilian justice. Arabs are second-class citizens in their own land. شوي شوي بديت أفهم مع العمر شو كانوا بيسووا وقت الانتفاضة الأولى. في خلاص واحد من هذا الإشي. الخلاص هو نخلص من الاحتلال. خلاص من الاحتلال مش معناته خنوعنا وإنه كل واحد يخاف ويقعد في بيته. بهداك الوقت كان الرجال عدد منهم محبوسين أو شهداء. كانوا يجوا عرم الله من الشمال، بدنا كذا كذا كذا، وشو رأيكم في كذا؟ يعني مثلا نحكي لهم غبوا لكم ساعتين عشان نسأل الأخوة في التنظيم. فشي أنا الأخوة. كل إشي هلا في مشكلة مع الحكومة، تعليم، صحة، في لجان محلية بتنظم. يعني كانت الأطر النسوية والأطر النقابية تعمل محل حكومة بتدير حياة الناس. The Israeli Defense Minister has announced yet another crackdown on the so-called popular committees. كان ابني هو الطفل الوحيد اللي بالسجن. قديش كنت بحس المعاناة في عيون الأمهات السجينات التانيين. كل واحدة فينا اتخيلت إنه ابنها. كان في مشاركة مع كثير من القوى اللي كانت بإسرائيل إنها ضد الاحتلال. رصينا لعورر زعكة بكرب نشين، تروا ما كوري لنشين كإشاء لإشاء. أخوات والإخوة، إن ما يواجه شعبنا تحديات يحتم علينا جميعاً أن نتوحد. لا يمكن أن نتحرر إنه نكون نساء إلا في ظل وطن متحرر. ولا يمكن إنه نتذوق طعم الحرية في وطن محرر من الاحتلال ولكننا مستعبدين من قبل الفئات الأخرى في المجتمع.